مهاجم أرسنال السابق محمد صلاح قد يبقى في ليفربول حتى لو انتهى عقده. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد. يرى مهاجم أرسنال وهداف الفريق الأسبق كيفين كامبيل أن محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر قد لا يغادر قلعة إنفل حتى لو انتهى عقده مع الريدز في نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 23. وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق يقتضي باستمرار المصري الدولي رغم أهميته بالنسبة للمدير الفني يورجن كلوب، ولكن يعتقد كامبيل أن محمد صلاح وليفربول سيتوصلان للاتفاق في الفترة المقبلة ليبقى في إنفيلد بعد عام 23. وأوضح كامبيل وجهة نظره في تصريحاته لشبكة فوتبول إنسيدر، وقال لا أعتقد أن الأمر سيكون مسألة رضوخ لمطالبه، وتابع يتعين على كل الطرفين التوصل إلى حل وسط، إنهما بحاجة إلى إبرام اتفاق يناسب الجميع. وأضاف محمد صلاح لاعب كبير، لاعب مهم جدا في ليفربول، لقد كان متألقا في الموسم الماضي. وواصل تصريحاته لا أرى أنها مشكلة، أعتقد حقا أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. واستمر الشيء المضحك أنهما إذا لم يتوصل إلى اتفاق وانتهى عقده فهذا لا يعني أنه سيغادر النادي، وأتم في تلك المرحلة سيكون الجميع في نفس القارب، سيكون هناك مفاوضات مختلفة ليتم إجراؤها في تلك الحالة ولا أستبعد بقائه. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات على الكل ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.